لكل منا حكاية ولكل حكاية تفاصيل، يا حزينة يا مؤلمة يا جميلة. حكايتنا الليلة للاستشارة حكاية بهذا المعنى، فيها تخرويد ديال من لا يخافون الله عز وجل. حكاية اللي فيها صاحبتها بغات الرأي ديالنا وبشدة باش توضح لها الطريق. ما تمشيو فين، بقاو معنا. سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه وحوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار ذاك الونيسه ديالكم دائما معكم اينما كنتم. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله لنبدا. انا حسناء، القصه اللي غادي نحكي لكم اليوم ما بين ماما وما بين اختي. اختاريت نشاركها لكم اليوم قبل غدا لانه محتاجه باش تعطوني الاراء ديالكم والتوجيهات ديالكم، حيت انا صراحه جيت الوسط وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا. اعطوني وديناتكم وغادي تفهموا كل شيء. انا حسنه، غادي نبدا لكم بالام ديالي اللي قبل ما غادي يتزوج بابا، اللي كتنتمي لعائله عاديه وبهم 8 ديال الخوت. ماما واختها الكبيره ما كيتفاهموش ابدا، وهذا الشيء ما غادي يوقع حتى غادي يطرى ما بيناتهم خلافات اللي غادي نحكي لكم من بعد. ماما فاش كان انا ذاك في عمرها 15 سنه غادي تقدم ليها واحد السيد من عائله امها اللي هي جده. هي ما بغاش، لكن بزات عليها امها، وراه ولد عمي وعافاك وما بغيتش نخسر ليه الخاطر الى ما اخره. توجات به ماما وكان كبر منها غير باش دير الخاطر لامها، ما ولدتش معاه، مرض وقفت معاه حتى ولا بخير ومشات تلقات راسها فاش دارت 18 سنه سل قانوني، حيت هو كان رافض انه يطلقها. من بعد سيد واحد اخر غادي يتقدم ليها وكانت تزوجات به ولدت معاه بنيه. سيد توفى وبقات ماما واختي، وهبطت عند خالتي اللي هي اختها الكبيره على اساس انه هاد اختها غادي تجلس معاها شي يامات بيد ماما دبرات على شي خدمه. فعلا دازوا الايام ولقات الام ديالي واحد المعمل في الخياطه، هي وبنات اختها اللي كانوا شويه ماشي هما هادوك كانوا خارجين على الخط، فبداو كيحرشوا عليها الباترون باللي هذيك خالتي راه مطلقه وزيغه، زعما يمكن لك تلوح عينيك عليها. هو غادي يبدا كيجي عند ماما كيتجرأ عليها، ومعاه هي شويه قبيحه ضربات معاه ومعاهم، وما طولاتش في الخدمه وحيحات على بنت اختها وشفات بهم الدار. فاش سقط الخبر شنو داروا ليها خرجت من الخدمه بلا ما تاخذ فلوسها، مشات عند اختها قالت لها والله ديك اختي داكشي راه عادي. وهنا في ماما بدات كتعرف او لا كتعرف على الشخصيه الحقيقيه ديال اختها اللي كانت كبيره عليها بسنوات ضوئيه، بيناتهم شي 20 سنه. المهم ماما فاش بانت ليها اختها والمحيط ديالها ماشي هو هذاك، وعندهم زينه المحارم بزاف، وعندهم انهم يهضروا في اعراض الناس حتى هي بزاف، وخالتي مضروب على داكشي ديال التعويد، واحد الخاله وقبيلتها اللي ما عرفناش منين خرجوا، عمرهم ما عرفوا عليها هادشي حتى النهار سكنت معاها ماما. المهم هاد خالتي كانت عندها واحد صاحبتها عشيرتها ديال بصح، فكانت كتمشي لعندها وكتعاود ليها راه اختي دارت ليا وفعلت ليا. حتى لواحد النهار مشات خالتي عند ماما وقالت لها اجي معايا عند صاحبتي راه لقينا لك خدمه. مشات على نيتها عند ديك صاحبه خالتي مع خالتي وقالت لها شوفي راه كاينه واحد الخدمه، راه واحد السواعده جاوا المغرب دايرين حفله ومحتاجين سربايات. ماما قالت لها كيفاش السواعده، حيت حنا عارفين الشبهات اللي مطلقين عليهم. لا ما تفهميش غلط، راه عندهم غير حفله ما بيناتهم وبغاو اللي يسر بيهم وصاف. ايوا اذا كانت بحال هكا اللهم يسر، عطيني المعلومات باش نمشي. فعلا ماما لبست حوايجها هزات الطابيه ديالها على اساس انها غدا خدامه سربايه، وصلت للطوموبيل اللي غادي تهزها وتطلع فيها حتى كتبان ليها واحد البنت حداها لابسه كسوه ومكياج والشعر مصوب والروايح وباقا صغيره. ماما لابسه غير سروال تاع السيرفيت وتريكو وهزه ساكها اللي فيه طابيه ديالها. فاش جلست حدا البنت قالت ليها مالك لابسه بحال هكا، واش خدامه معانا؟ اه خدامه معاكم. قالت لها هذيك البنت وعلى انت باش غادي تخدمي، انا سربايه على انت شو غادي تخدمي؟ اويلي على سربايه راك فاهمه الموضوع غلط. وبدات كتضحك ديك البنت ضحك لي ماشي هو هذاك. قالت لها انا راه مصيفطاني ماما نمشي نزها مع دوك السواعده وغادي يخلصوني بخمسة ديال المليون. ماما قالت لها لا اختي انا غدا غير باش نسربي ونرجع حالتي. قالت لها باينه انت راك ما فاهمه والو. وصلوا لديك الفيلا وغادي يخرج عندهم واحد السيد سلام سلام، حتى كانت تبان لي ماما لابسه داكشي ديال السبور. قال ليها واش عارفه راسك شنو جايه ديري هنا؟ ويلي يا سيدي راني جايه نخدم. لا اختي ها شنو كاين، غادي يعيط على الشاف ديالهم وشرح ليها الدور ديالها.
صدمات. دوك المساخيط عجبتهم الوالدة اللي احنا بغيناها بحال هكا، وهنا غادي تجي هالفكرة. قالت لهم صافي مرحبا انا معاكم، اعطوني غير واحد البركة، راه ماما مريضة خليتها بوحدها في الدار وخاصني ضروري ناخد ليها الدواء، وراه ما جبتش معايا حوايجي. تحيلت عليهم، عطاوها التدويره اللي كانت صحيحه نيت. وصلها الشيفور وقالوا ليه سير ديها وما تخليهاش تغفل عليك، ديها تقضي الغرضات ديالها وجيبها من حطيتيها. ما وقفت على داك الشيفور فاش ركبت معاه لهاد الزنقه لهاد الدار، حتى قلبت على دار اللي هي محلوله وقالت لي حبس هنا. طلعت للسطح وبدات كتنقز من سطح لسطح حتى لقات واحد القنيطه في شي سطح ونعسات بالليل وكان البرد. السيد بقى كيتسنى حتى مشى فحالو. هي صبح عليها الصباح، شدات الكار حتى لمدينه واحده اخرى وتبرعت بديك الفلوس، شرات الحوايج وشبعات بدوك الفلوس. واحد سيمانه حتى سالتها ورجعت عند خالتي اللي كانت معها صاحبتها، وبداو عليها بالغوات والسبان، وفين كنتي ودرتي لينا وفعلتي لينا يا الفعله يا التركه. ماما نوضاتها معاهم، شد لي نقطع عليك. وتما فين عرفات ماما بلي انه اختها ها شنو كتسوى ديال بصح، فاش اكتشفت بلي انه بعتها. انا ذاك ماما كانت حاطه اختي عند واحد خالتي، فدازت هزاتها هو الاول هي فاش مشات عند اختها ونوضاتها معاهم. تما غادي تسمع واحد ولد ديك صاحبه خالتي عجبته ماما وبغاها للزواج، قال ليها انا بغيتك للزواج. قالت ليه شوف بلا ما تجبد ليا هذا الموضوع، انا ما بغاش الله يسهل عليك وعليا. مشى هذا السيد وبقى شحال وهو تابع ماما. حتى لواحد النهار قال ليها انا كنقلب على شي وحده تكون ضد الوالده ديالي وما تكونش تفهم معاها. وعلاش اخويا؟ لان امو وخالتي طينا وحده. سحور تعويذ كذوب واحد تريكه لاروب. قالت ليه ماما انا عندي بنيه. قال لها مرحبا ماشي مشكل. فاش وصلوا لمرحله الخطبه امو ما بغاتش الا هذيك ما تزوجش بها، ونات تروينه في الدار على قبل هذا الشيء. الوالد راسو قازح، هذيك اللي بغيت وهي اللي غادي نتزوج بها. جمع 12 ديال الليل الدار ديال خالي باش يخطبوا ماما. امو كتقول لهم راه ولدي ما خدامش، ما عندوش الدار، ما في يديش، ما دايرش، ما فاعلش. فشافوها هكاك عرفوا بلي انها ما بغاش وقبلوا. الله يسر لهم، حنا غادي نعاونوهم. تزوجوا وخلات معاهم البنت اللي هي اختي. وهنا فين غادي تبدا القصه. البنت بقات مع جداتي اللي هي امه بابا، ومشات الوالده والوليد باش انهم يسافروا داك شهر العسل ديالهم. نات جدة بالاخبار ماما كتبت اختي في الحاله المدنيه عندها، لانه انا ذاك مازال ما كانش ماما كاتباها، حيت فاش مات باباها ماما تلاهات، يعني اختي ولات عمتي. ماما امتى غادي تثق الاخبار لهذا الشيء؟ نهار مشات تخرج شي اوراق ديال الحاله المدنيه باش تقدهم، حتى كتبان ليها سميت اختي تما. او كيفاش هذا الشيء؟ وماشي حتى سميتها الحقيقيه، بدلت ليها السميه والكنيه. بقات عليهم كيفاش وعلاش وتفرقات عليهم تما. لا انا بغيت غير البنت نربيها وريحه الكبده وما سخيتش بها. جدي الله يرحمه اللي هو شيخ ماما كانت عزيزه عليه وكان عزيز عليها، فما كانش قادر انها تطيح كلمته، رغبها انه خلي معنا فلانه وها هي تربى معنا وتكبر. البنت ولات اخت الوالد، ولات عمتي، بنت ماما ولات لوستها. منين شافت ماما الوثائق وحاولت انها تهدن وبداو شحال هما كيطلبوا فيها على وجه راجلها، حيت هي اصرات انها تمشي تدعيها وبامكان انها تدخلها فين تعاقب، لانه داكشي اللي دارت كان سميتو الزوير. المهم تنازلت وباختصار تزاد خويا وتزاديت انا، وحنا ديك الساعه ما كناش عارفين بلي انا ورا اختنا راه اختنا. واحد الليله غادي يموت جدي وغادي تجري علينا جده، ومشينا سكننا في واحد الدويره كنا يلا كنبنوا فيها بترابها وياجورها سكننا فيها. دازت المده ومشينا سافرنا لبلاد واحده اخرى، والبنت تنقولوا ليها اجي عندنا، كتقول لنا لا ما نخليش ماما فلانة بوحدها. ما كانتش عارفه الحقيقه، كانت عارفه بلي انه ماما راه ماماها، ولكن كان عامر ليها راسها وما عارفاش الحقيقه. الحقيقه لا ما نقدرش نجي، لا ما نقدرش ندير، لا ما نقدرش نفعل، واخا اجي انت امك فلانه، لا ما نقدرش. يعني السيده ما باغاش تجي او لا فاهمه الامور عوجة. المهم البنت رافضه انها تجي بمره، زدت في الهضره مع الوالده وقلبوها سبان، وهذه كانت اخر مره غادي تدوي فيها مع ماما. حنا انا ذاك ماما غتقول لنا حقيقه وعرفناها باللي هي اختنا، وفرحت لانه كانت امنيتي انه تكون عندي اختي كبر مني، ونهار عرفت فرحت. لكن جدتي فاش عرفت اننا عرفنا زادت زيرات الامور وقطعت علاقتنا بها. هادشي عادي مع جده لانه هذا هو الدور ديالها، كاع ولادها مخسره ما بيناتهم وما كيتحملوش، لدرجه انه باعت واحد بنتها لواحد خونا باش دات عليها الفلوس وحوايج وحده اخرى اللي لا تعد ولا تحصى من الذنوب. دازت مده
ماما ديما كتفكر في اختي وكل مره كتصيفط ليها ميساج ولكن اختي ما كتجاوبش حيت جدا فهمه ليها بلي انه عمرهم ما غادي يصيفطوا ليك ولا غيديروا ليك بمعنى احنا راه ما مسوقينش ليها ونحيناها من حياتنا. شاءت الاقدار ودخلنا ورجعنا للمغرب سكننا فيه ومشيت تلاقيت باختي وحاولت انني نجدد العلاقه ونجدد الرحم مع جده لانه انا تربيت بحال هكا. هاد جده ما كانش حملاني وحتى انا ما عنديش معاها ولكن اللي واجه الا كنت نمشي نطلع عليها. كنمشي لعندها حتى لواحد النهار غادي تحل ليا وغادي تمد ليا الفلوس من عند الباب باش نرجع فحالي. شفتها اختي قالت لها ماما فلانه واش منيتك خلي الدريه معنا راه عاد جات. دخلت جلستني اختي معها شدتني بزز باش انني نبات وجده ما حملاش راسها. بقيت مع اختي حاطين الراس على بعضياتنا كنخرجوا حتى دوزنا وقيته زوينه وخلينا ذكريات زوينه مع بعضياتنا. من بعد الوالد ديالي انا غادي تشد الظروف ما وحتى هي قصه واحده اخرى ما كاينلاش ندخلوا فيها لانه داكشي طويل. المهم فاش تشد الوالد ديالي كانت كتمشي عند امه واختي حتى ولينا كنلقاو مشاكل مع جده ما كتعطيناش ديك الورقه ديال الزياره. انا بقيت كنجمع داخليا حتى النهار فين غادي يعاتبني الوالد علاش ما كتجيوش عندي. تفرقعت عليه راه امك هي السبب فهادي وهادي وهادي وما كتبغيناش نشوفوك وانت عارفها اكثر منا. المهم بقيت على علاقه باختي حتى لواحد النهار واحد همتي غادي تحط ستوري فيها العرس ديال هاد اختي تنقول واش هي ولا ماشي هي كيفاش هادشي. ما عرفت لا نضحك ولا نبكي ولا ما فهمتش باش تبليت. جاتني في شكل بقيت نبكي انا اختها واخا هي ما عرفاش التفاصيل بزاف ما عرضتنيش لانه كانت علاقتنا على الاقل مزيانه. باش نبرد على راسي قلت ربما ما بغاتش تقولها على وديت جده باش ما تقلقش عليها والله اعلم الظروف ديالها شنو كانوا. دازت الايام ومشيت عند جده وما بغيتش نجبد معها الموضوع نتاع اختي وغدا غا بزز غير باش نصل ديك الرحيم. جا النهار فاش غادي يتقدم ليا حتى انا واحد السيد باش نتزوج به في شهر درنا كلشي وما عرضتش على العائله ديال بابا حيت ما كناش عوالين اصلا غاتكون شي حاجه درنا غير وليمه فيها 4 ديال الطبلات وصافي. المهم داك داز داك النهار بخير وعلى خير والسيد اللي تزوج بيا ما كانش عارف بلي انا وهذيك اختي حتى غادي نشرح ليه القصه. دازت الايام وديك اختي اللي تزوجات مع مشات تعيش في الخارج كانت جات هاد العيد مؤخرا دوزاتو في المغرب. انا دويت معها باش نبارك لها العواشر قالت لي انا هنا قلت لها ايوا صافي نتلاقاو. تلاقينا في واحد القهوه انا وراجلي وراجلها دوينا جمعنا ودرنا باش نتلاقاو فاش يمشي راجلها. فعلا تلاقيت انا وياها وراجلي باش نمشيو عند بابا مشينا مجموعين ومع راجلي من النوع اللي ما تيسكتش هي كدوي وكتبقى تقول غير ماما فلانه ماما فلانه غيقول لها شوفي اختي فلانه انا اللي عندي غادي نخرجو هذيك ماشي ماماك. كيفاش قال لي القصه اللي قلت لكم من الاول وهنا غنلقاو بلي انها ما فاهمه حتى حاجه وبقات غير مبهوطه ما فاهمه حتى شي تفاصيل. وكانوا مفهمينها بلي هذيك خالتي راجل بنتها هو من حملات ماما امك راه كانت فاسده وفاعله وتاركه ولدك بطريقه غير شرعيه من الاخر انت بنت الحرام وكذا وكذا وحقدوا فيها على ماما ديال بصح. شوفي كيفاش هي مهليه في ولادها كيفاش هما مجموعين وانت غير بوحدك وما مسوقينش ليك. واش عرفتي بعدا شكون هو باك راه هو راجل بنتي هذا راجل بنتها كتقولها خالتي اللي هي اخت ماما راه كذا وراه هذه. المهم الدريه ما بقات فاهمه والو كرهوها في حياتها وبقات تحماق حيتاش معاودين ليها شي حوايج اللي هما كيسطيو. هادشي كامل اللي كنحكي لكم دابا غير بالمختصر المفيد. المهم من الاخر بقاو عليها بالهضره كون كان فيها الخير كون شداتك وما لحتكش. اختي فاش كتشوف مت ماما واللي هي في الاصل جداها ومت بابا اللي هي صاحبه جداتي واللي هي كتقولها ماما فلانه كيهضروا كتقول صافي هما راه كيعرفوها قبل مني وهما راه عندهم معها الاحداث الحقيقيه مادام اخت ماما كتقول فيها هاد الهضره الا وهادشي راه بصح. فانا فاش تلاقيت بها وجبنا الموضوع وبدات كتهضر وكتبكي انا ما عارف شنو ندير ولا كيفاش نرجع علاقتها بماما لانه تبلوكيت وبقيت غير حاله في امي في داكشي اللي كنت نسمع. مت بابا مفهمها بلي انه هي كتصلح علاقتها معنا ولكن حنا ما بغيناهاش ولا يحينها وهي حيت كبرات بهادشي فتيقات ودخل ليها لراسها. اليوم اللي هو الخميس درت انا وياها نتلاقاو باش نهضروا ونحاول انني انا وراجلي نرجعوا علاقتها بماما على الاقل غير يهضروا ويخرجوا على بعضياتهم شنو دارهم خصوصا انه اختي تزوجات وسكنت خارج المغرب فما غاديش نتلاقاو دائما. عندي فرصه واحده اللي هي اليوم وبغيت نجيبها تهضر مع ماما ولا نشوف شنو ندير. داكشي باش بغيتكم انكم اليوم نتوما تفيدوني كيفاش نتعامل شنو ندير شنو نقول لانه انا فعلا ندخت بغيت الحقيقه تبان بغيت القلوب تصفى وترجع علاقتنا زوينه.
هذه هي حكايتنا. وهذه هي كانت حكاية حسناء اللي عودت على الأم ديالها أختها من الأب الأول. فأنا كنقول ببساطة الموضوع سهل جدا، ربما نتيبة لي بلأنه موضوع سهل جدا. من الأحسن أنه تعرضوا على أختكم للدار. ما أنا ما عارف وش راجلك متدخلة معاه ولا لا، ولكن إذا كنتم متدخلة معاه وعارف الأسرار نتاع داركم حطوه في الوسط. خلي الأخت تهضر، خلي ماماك تهضر، خليه يفرغوا كاع داكشي اللي عندهم، خليه يهضروا على الحب، خلي الأم ديالك تشرح داكشي اللي عندها، خلي أختك تقول النقص اللي حست به، الألم اللي عاشته. حيت الإنسان فاش كيفرغ داكشي اللي عنده في قلبه كيقدر يبدا صفحه جديده، كيقدر يعطي عاوتاني من اول وجديد، خصوصا وانه العلاقه كانت مظلومه من الجهتين. يعني ماشي الام ديالك كذبات وما كانتش عندها فرصه فين انها تهضر، والاخت ديالك ماشي رافضه ولكن لانها كبرات بافكار ومعتقدات وواحد المحيط صعيب انكم تجيو اليوم تبدلوا ليها في ساعه. فلهذا كنقول اهضروا بقلوبكم، من الاحسن تعرضوا عليها في الدار باش تكون جلسه اكثر حميميه وعائليه، وان شاء الله يكون خير وهادشي اللي كاين. دونك كنتمنى المشاهدين الكرام انهم يخليوا لكم تعليق ديالهم تستافدوا منهم، والله يجمعكم في الله وبالله ومع الله ويصلح قلوبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحافظوا، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. غادي تكون شي حلقه ديال الاجرام عرفتي شحال هذه ما درتها لكم، وتحشت هذا النوع ديال القصص اللي كنت بديت بهم القناه. دونك غدا بعد غدا ان شاء الله غادي نحط لكم شي حاجه بحال هكا. دمتم في رعايه الله وحافظوا، ما تبخلوش عليا انكم تضغطوا على زر الاعجاب لما تكلفكم حتى شي مجهود، وسلام سلام.